مطالبتنا للحكومة انهم يحطون عينهم على البلد على الديرة ويصلحون الشوارع، مو شركة يجون يحطون سفلت ويمشون، خلي يحطون مراقبة ويحطون عينهم على البلد وعلى المواطنين وعلى قلات الأسعار. ولازم أسعار غالية حيلي، أسعار غالية بكل مثل الأجار، كل شيء نار. عندك الجمعية نار، كل شيء في الديرة صار غالي. يا يرفعون المعاشات يا كلمون التجار ينزلون الأسعار، ما يصير نار كذي. معاش ينزل مني يطير مني، ما يصير صح. لازم يحطون عينهم على المواطنين، حرام. حنا دولة نفطية، شوارعنا مكسرة، كل شيء في الديرة خربان. الشركات هذه اللي جابوها ما صلحوا الشوارع، باقوا الديرة. ما يصير كذي، لازم يحطون عينهم على البلد. والمستشفيات هذه، المستشفيات اللي بنوها فلوس مليارات تقطع بلاش، مو بلاش، حرام. هذا لازم يسوون تحقيق على المستشفيات هذه اللي قاعدين يبنونها على الفاضي ولا قاعد يصلحونها. صح، انت شايف الشوارع شلون مكسرة، عدل ولا انا غلطان؟ الشوارع مكسرة، كل شيء خربان في الديرة. لازم يحطون عيونهم، لازم رقابة على الشركات. شركات لازم عليهم رقابة، ما يصير كذي، حرام والله حرام اللي قاعدين تسوونه في الكويت. كويت ما تستاهل، الديرة ما تستاهل يا أخي.